من الحاجات اللي الامهات بتتعرض لها ان ابني او بنتي يدخلوا المطبخ وانا قاعده كده بطبخ، يقوم فاتح الرف بتاع المنظفات واخد له بق مش عارفه ايه. سألنيش ليه بيعملوا كده، طعمها حتى ريحتها وحشه، بس ياخد له بق كده عشان يتبسط. اعمل ايه ساعتها؟ هي القصه ان دايما بيجي في ذهن الناس ان احنا نخليه يرجع. ده يمكن اشيع تصرف. او نشربه لبن. هنشربه لبن دي مش مشكله. أوكي. انما مشكلتي ان ما ينفعش اخليه يرجع، خاصه لما تبقى الحاجه اللي خدها حاجه كاويه زي قصه الكلور او غيرها من الحاجات اللي ممكن تكون حارقه، لان في الحقيقه لو هي داخله بتحرق هي وهي خارجه برضه هتحرق. فيبقى انا عملت الجرح او الاصابه دبلد. تمام. ان انا حرقت وانا داخل ورجعت بالعافيه خليتها تحرق. فالمفروض لو هي حاجه كاويه زي الصودا الكاويه زي الكلور او غيرها من الحاجات اللي ممكن تكوي، ما ينفعش ان انا اخليه يرجع. انما اعمل ايه؟ اللبن. اللبن من الحاجات اللي ليها تاثير ملطف وطير على المستشفى. يعني 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 على سيره الكلور مثلا، من الحاجات اللي بعض الامهات بتعملها في الحقيقه بتسبب مشاكل للام قبل البيبي او قبل الناس اللي في البيت. فكره الخلطات بتاعه المنظفات دي بتجيب حساسيه صدر كمان للبيت كله. هي مش بتعمل، مش بتجيب حساسيه، هي الفكره كلها انها بتعمل التهابات وتهيجات في جهاز تنفسي عنيف. البيت كله ماشي كح، ده ممكن تعمل اختناق. اختناق. طبعا، لانه احنا كان بالظبط هي بتعمل مفاعل ذري في البيت، عماله تجيب حاجات كيماويه تحطها على بعضها ومش عارفه ايه ناتج التفاعل. ففي ابخره بتتصاعد بتعمل ريحه نفاذه جدا بتهيج الاغشيه المخاطيه في الجهاز التنفسي، بيسبب فعلا مشاكل كبيره. ولو الطفل عنده حساسيه ممكن يخش مني في ازمه كبيره ويحتاج فعلا المستشفى.